السلام عليكم. حاتم عمارة، مستشار جماعي عند الدائرة الانتخابية 15 حي الأمل، اللي جات في المحيط ديال هذا المعمل ديال النفايات الطبية. هذا المعمل اللي تفاجأنا به وتم التعتيم عليه، حنا كمنتخبين ما كنعلموا حتى شي حاجة، لأنه ما سلكش المسالك ديالو الطبيعية ديال البحث العمومي اللي خص يتخبر ويتعلق في المجلس البلدي ودار ديال المذكرة ديال التعرضات ويتحل السجل. هذا الشيء ما اللي درنا واحد سؤال كتابي للمجلس، علمنا حنا من الصحافة، درنا سؤال كتابي باش نتسائلوا، كيقولوا لنا رئيس المجلس أنه تم تحويل هذا المعمل إلى وجهة أخرى، في حين أنه كان متبعي المسار ديالو لقيناه باقي كيداول في اللجنة ديال الآثار البيئية. هذا المعمل اللي جا وسط احياء سكنيه، هو ماشي هذه عندنا حنا منطقه ديال الانشطه الاقتصاديه فقط، ماشي معمل، ماشي حي صناعي بالمواصفات بعيد على الساكنه، هذه منطقه ديال الانشطه الاقتصاديه البسيطه اللي ما هذا المعمل من هذا الحجم غادي اضطر سلبا. كل الدراسات اثبتت انه عنده اعراض صحيه ومخلفات، حنا ما غاديش نغامروا بالصحه ديال الساكنه. حنا نعم للمشاريع اللي مثمره واللي ترجع بالخير، وإن ماشي على حساب البيئة، ماشي على حساب المستقبل ديال ولادنا، وهذا هو اللي سميتو. وكنتمناو من جميع القوى الحية في البلاد ومن السلطات ومن باش تدخل وترفع الضرر علينا. هذا ما كيربط المدينة به لا من بعيد ولا من قريب، معنا حتى مصحة حنا هنا، والمستشفى الوحيد كيديروا فيه 4 ديال العمليات الجراحية، راه ما غاديش نديو الفاتورة ديال الجهه. حنايا ماشي كبش فداء، ماشي مديونه ديال جهه مراكش، هذه مدينه شيشاوه، حنا كنتظروا الاقلاع الاقتصادي وقت ما جا الحمد لله، ماشي بالضروره يكون صناعي. هذا راه لغم وراه قنبله موقوته كتهدد مدينه شيشاوه. قلنا ناهيك على المطرح، ما عندناش مطرح مراقب، غيتلاحوا هاد النفايات في المطرح وفي واحد مرتفع، اذا غادي يولي في السماء ديال النفايات، وهذا الشيء غادي غدا ولا بعد غدا غادي نولوا نقلبوا نهاجروا هذه البلاد، وحنا راه ما مستعديش، راه والدين ولادنا هنا وغادي نموتوا هنا ان شاء الله. وخلاصه راه الساكنه راه باي وجه كان راه غادي يبقى هذا السيد راه هنا، هو مشروعه هنا، راه ما غاديش نتنازلوا باي وجه كان وباي ثمن. وشكرا. السلام عليكم، كيف كتشوفوا اليوم الساكنه الشيشاويه خارجه دايره هذه المسرح احتجاجيه على قبل المعمل ديال النفايات الطبيه اللي بدا هنا في شيشاوه؟ هو بعدا بدا في الحي الصناعي، وما كاينش عندنا حنا حي صناعي بعدا خارج على الساكنه، حنا عندنا حي صناعي والساكنه. بالنسبه للخبراء اللي بحثوا في هذا الميدان، داروا واحد الدراسه باللي هذا المشروع خاصو يكون خارج على الساكنه ب 9 كيلومتر. بالنسبه لهذا المشروع هو دار تحبس في جهه تاد الازيلال، وجاو داروا في مدينه شيشاوه. هنا داروا في مدينه شيشاوه، مدينه شيشاوه كتعاني من 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 اول من الزباله اللي كانت دارت، ومن التصفيه ديال الواد الحار، وباقي دابا كيعانيوا منها وبيزيدوا بيخنقوا الناس. اذا شنو كنهددوا الساكنه بالموت وهذا الشيء اللي كاين. شكرا. السلام عليكم. هاد التظاهرة اللي كاينة دابا على قبل مطرح ديال النفايات الطبية اللي قريب من الساكنة بزاف، ومن ثلاثة الأحياء حي الفرح، شقيرين، دوار دراوة وشيشاوة، الصراحة كتعاني بزاف. المنتخبين اللي جا كيفهموا غير في الأزبال، اللي واحد جا دار مطرح النفايات وراه تلدات، إلا في الصيف ما تقعدوش في شيشاوة، دوار دراوة كاينة تصفية، الناس ما كيعيشوش تما مزيان، الحساسية، تصوري عندك عرادة وعرض على الناس وكيشموا ديك الريحه كيخرجوا في حالهم. شيشاوه الصراحه المسؤولين قاهرينها، المنتخبين كنتقبوا عليهم ما كيديروش داك الشيء اللي كنترجاو فيهم. دابا اشنو كيدور في الهضره اللي كدور للساكنه؟ كيقولوا لهم حنا غادي نديروا لكم مصنع ديال نصيبوا لكم الفاصمه والادويه وداك الشيء. انا عارفه بان المسؤولين يقدروا يجيبوا وثيقه مثلا مصادق عليها من البيئه ومن الصحه بان هذا الشيء راه موافق للشروط الصحيه وما عنده شي ضرر، هو بالفعل عنده ضرر. كنتمنى من المسؤولين يديروا الحق لهاد الشيشاوه، يديروا مصنع بان لهم غير مطرح النفايات، يديروا مصنع فين يديروا الشباب يخدموا العيالات، يديروا تعاونيات. شيشاوه بلاد فلاحيه، ماشي يديروها ديال مطرح النفايات. المنتخب اللي جا في هاد على جيستيون ديال السنين اللي جا كيجيب غير الزبل، علاش؟
شيشاوة الصراحة كنتمنى يطلعوا بها المسؤولين القدام، شيشاوة مقهورة وبلد إقليم فقير وزادوا كيفقروه أكثر وكيهمشوه أكثر وكيحقروا الناس ديالو. أنا هادشي اللي بغيت نقول واللي وبغيت الصوت ديالكم حتى أنتم ويتسمع فين ما. أنا الصراحة راه كنهضر بحرقة، عييت، كنهضر بحرقة وعليا أنا بنت البلاد وعندي غيرة على البلاد، وهاد المسؤولين اللي كنتاخبوهم تا هما راه ولاد البلاد ولكن ما عندهمش غيرة على البلاد. ملي جيب لي أنا مطرح النفايات أشنو قتل المدينة؟ قتل الساكن وشحنا نرحلو نخليو ليهم المشروع ديالهم؟ واحد جايب مشروع بجوج المليار فاصلة خمسة، علاش؟ جيب مشروع غير ديال جيب مصنع، جيب شي حاجة أخرى، جيب فين يخدموا الشباب. هذا المصنع في نظرك اش بيخدم ليا؟ بيخدم ليا 30 شيفور ويقهر مدينة كلها ويقتلها. وأنا كنتمنى منهم يعطوا الحقيقة للساكنة ويبينوا ليهم، حتى المشروع ديال صفية اللي دار في دوار دراوة رسمناهم على عريضة كيقولوا لهم ديروا عريضة بأنكم راه نتوما سميتوا، وفي الأخر مسحوها من الفوق وداروا لهم زعما راه موافقين. وانا كنتحمل مسؤوليه هذه الهضره ديالي، شي شاوا يجوا المسؤولين الكبار كاع يشوفوها ومدينه راه ما كتعاني، كتعاني الصراحه. يوصف هذا الشيء اللي بغيت نقطه. راه الساكنه ضد هذا المشروع تاع النفايات الطبيه، اولا في الدراسه ديالو دراسات محطوطه على مفاهيم غالطه، تتقول الدراسه تاعو بانه عنده تاثير ضعيف على الساكنه تاع الانسان، وبعيد بحوالي 2 كيلومتر على الساكنه، وهو ما بعيد حتى 500 متر تقريبا على الساكنه. بليز فوق هذا الشيء جيب لنا مطرح ديال النفايات الطبيه، وما كاينش مستشفى هنا في شيشاوه. واش كون كان هذا المشروع فيه نفع علاش ما يخلوهش في مراكش او في الصويره او في البلاصه اللي فيها مستشفيات كبار وفيها نفايات كبار اكثر؟ علاش ما يديروش انت مع سبي يزيدوا على ريوسهم ترونسبور، يزيدوا على ريوسهم المصاريف وجايبينو حتى هنا شيشاوه؟ واش ما كاينش غير هذا المشروع بوحده هو اللي كاين هنا في هذا المشروع هو اللي كاين؟ عطاونا وعود قبل بالتصفيه والواد الحار حتى سقاط الحي الحسني كلها تتعاني من التصفيه، الرائحه، ما كاينش شي معايير ديال الصحه. بليز فوق هذا الشيء جابوا زباله داروها فوق تلدات، لا شتي دفتر التحملات تاعها وكيفاش معطيه انها خاصها تكون مخالفه كل، ما كاين عندها حتى معايير ديال السلامه. البهايم تتسرح فيها، الناس باقا تتقلب في الزبن تم، ما كاين لا صور، ما كاين لا تشجير، لا حتى حاجه. يا بمعنى الدراسات اللي تيجيبوا لنا هاد الناس حنا ما تليناش ثيقين فيهم، لاننا ديجا طيقناهم في المشروع ديال الواد الحار، وباقي لحد الان الناس تتعاني من الرائحه وشني ولا في الصيف، واليومنا هذا باقا الرائحه اللي غادي طريق مراكش تيعود دايز يشم الريحه. وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.